معكم دكتور رائد أبو غوش، أخصائي الجهاز الهضمي والكبد والتنظير. اليوم إحنا بالمستشفى الكندي بوحدة التنظير، حابين نحكي عن التنظير العلوي للجهاز الهضمي. ليش بنعمله وشو هو الإجراء؟ التنظير بشكل عام هو إجراء سهل وبسيط، في له عدة أسباب، ممكن يكون تشخيصي وفي بعض الأحيان ممكن يكون تداخلي أو علاجي. المنظار زي ما أنتم شايفين على سبيل المثال، هذا المنظار العلوي عبارة عن كاميرا زي ما أنتم شايفين على الشاشة، مثبتة عبر أنبوب مرن، بسمح لنا ندخل على الجهاز الهضمي ابتداء من الفم، الحلق، المريء، المعدة والجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة اللي هو الاثني عشر. بداية التنظير بتم عبر تحضير المريض. التنظير العلوي للجهاز الهضمي بتطلب من المريض بعض التحضيرات المناسبة، انه يكون صايم على الأقل 8 ساعات. احنا حاليا بلشنا بإعطاء إبرة المخدر. هلا بداية التنظير، طبعا قبل ما نبلش من المنظار بنكون احنا واضعين قطعة فموية للمريض. جهاز التنظير زي ما انتم شايفين هي الكاميرا اللي مثبتة على أنبوب مرن. طبعا مع تطور الأجهزة حتى أجهزة المناظير تتطور بدقة الشاشة، تتطور بأنه كل منظار تم عمل تسجيل لإله عشان نراجع في بعض الحالات وحتى نشوف كيف كانت الحالة سابقا بعد العلاج. ندخل من الفم عبر الحلق ثم إلى بداية المريء، أول جزء بالمريء. الجهاز زي ما انتم شايفين بشوف، بسمح لنا أنه نشوف أنسجة المريء بوضوح وحركات المريء أيضا. إذا كان في عندنا أي مشكلة بأنسجة المريء، سواء ارتداد مريئي، تقرحي، لحميات أو أي شيء تاني، نشوفه بكل دقة. بعد المريء طبعا نشوف المعدة، نتفرج على أنسجة المعدة. المعدة ثلاث أجزاء ثم إلى الاثني عشر. الحالة هاي تطلب منا نأخذ عينة لأنه كان في اشتباه لوجود تحسس للقمح. طبعا إجراء أخذ العينات هو إجراء آمن جدا. تنظير العلوي التشخيصي للجهاز الهضمي بياخذ ما بين 3 دقائق الى 7 دقائق. بنكون شايفين فيه المريء، المعدة والاثني عشر. نهاية احنا بوحدة التنظير المستشفى الكندي، وحدة مجهزة بالكامل بأحدث الأجهزة، متوفر فيها كل المستلزمات اللي بتلزمنا كأخصائي جهاز هضمي، وفيها كادر متمرس ومدرب.